مساء الخير مشاهدينا الأعزاء، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كوني جميلة. زي ما عودناكم دايما ان احنا في البرنامج بندور عن سر الرشاقة والصحة والجمال، لكن اسمحوا لنا النهاردة ان احنا ندور عليهم في الطبيعة، بعيد عن كل ما هو مصنع، عن كل ما هو كيميكالز، ندور عن صحتنا ونضارتنا ورشاقتنا. لكن خلوني في الأول نرحب بالنهاردة بضيفتنا الجميلة المحاضرة الصحية والخبيرة بالطب الطبيعي دكتور سليمة حرب. مساء الخير يا دكتور. حبيبتي، ازاي حضرتك؟ نورتينا. الحمد لله، الله يسلمك. دكتور، برغم التطور اللي احنا فيه ومع مرور الزمن، إلا أن الطبيعة ليها سحر وسر خاص بيها، والحقيقة أن احنا مع التطور كنا مقصرين مع الطبيعة، وده ابتدينا نلاحظه على أولادنا وعلى الشباب، أن هم دايماً أنيميا، المناعة عندهم ضعيفة. إيه يعني، هل محتاجين نرجع تاني للطبيعة ونبعد عن كل الكيميكالز؟ هل إحنا أهملنا في حق جسمنا وبشرنا وصحتنا؟ 100% أكيد. شو بقولوا؟ الطبيعة تهمس أسرارها. نحن أولاد الأرض، نحن أولاد الطبيعة، ودايما على الطبيعة دايما بنكون أحلى، بنكون أقوى. صحيح. مش ضروري أن احنا كلمة، لما يقولوا العالم على الطبيعة يعني بيفكروا أنه بده ياخدوا أشياء مش طيبة، أو بده ياكلوا أشياء ما بيتقبلوها، والأدوية الطبيعية أنه ممكن ما بتفيد. لا، منروح أسرع للأشياء اللي فيها كيميكال. ما حدا بيقول أنه نترك الطب الحديث أو صحيح. نبعد عنه، بس نحن من داري يعني الوقاية خير من العلاج. يعني أنا ما بقلك لما أنت تمرضي بليز ما تروحي عند الدكتور، ما بنلغيش دور الدكتور. صحيح. انا بقول لك قبل ما تمرضي انت، حتى ما تروحي عند الدكتور، حتى ما تمرضي، حتى ما يصير. هلا ضعف المناعه من طريقه اكلنا، من طريقه غذائنا، من حياتنا اليوميه، من الاسترس، من الركض، من التعصيب، من الزعل، من الحسد، من الحقد، من الافكار السلبيه، كلها هيدي بتعكس على بشرتنا. ليس الجمال جمال الوجه، إنما النور الذي يشع من القلب. قدي بيكون الإنسان هو من جوا متصالح مع حاله، قدي بيكون هو مرتاح، بيقلب حتى لو كنت مزعوجة، حتى لو كنت زعلانة. إذا أنت من جوا بيور ومضيفة ونفسيتك حلوة، شكلك بيكون غير، بتقدري تتقبل الأمور بإيجابية. حتى طريقة أكلك بتأثر على نضارة بشرتك، على تفكيرك، على سلوكك. طب لو تكلمنا عن الحاجات بقى، يعني لو دخلنا بقى الحاجات اللي بتجلب الطاقة الإيجابية وتبعد الطاقة السلبية، هلأ زي إيه؟ أول شيء الأشياء، ما في حاجة هي اللي بتجلب وهي اللي بتبعد. في طريقة تفكيري، في أسلوبي، في نفسيتي، هيدا بالدرجة الأولى. يعني انت ممكن تكوني انسانه نكديه، سوري بعيد من وجهي، فيك تكوني انسانه كلك هايبر وكلك نشاط وكلك ايجابيه، قدي انت بتكوني عندك سلام، قدي بتكوني قريبه لربنا، قدي بيكون عندك حب لغيرك، قدي بيكون عندك تسامح، قدي بتكوني متصالحه مع حالك، لحتى تكوني كن ايجابيا تبقى نقيا. الانسان الايجابي بتحسي شكله، وجهه، شعره، طاقته، هضامته، الناس كلها بتحبه، هيدا هو الانسان الايجابي. طب ده بالنسبه للعامل النفسي. طيب العامل بقى اللي هو العضوي، سواء الاكل او التعامل مع البشره من الخارج، 100% ده بنقدر ازاي نتجنبه؟ هيدا اذا اكلنا الاشياء لحد ما طبيعيه. نحن ما عم نقول نترك كل شيء مصنع ونترك كل كل هيدا التطور لنرجع للطبيعه لايام زمان، لا يعني. بس نحن نداري شوي باكلنا، نخفف يعني شو الاشياء، اهملنا شويه الطبيعه. كتير اشياء. اول شيء اليوم الستات ما بتطبخ كتير بالبيت، الاولاد كتير معوده تاكل فاست فود. يعني بتقول لك انه انا ابني ما بحبه، ابني ما بياكل كده، وابني عاوز كده، وابني. انت ابنك على ما تربيه وزوجك على ما تعوديه، مزبوط ولا لا؟ صح. يعني ابنك ازاي حيطلب البطاطس المقليه دايما، وازاي حيطلب الشوكولا اللي ما بعرف بالدور؟ طب ما لو ما انت طعميتيها مره واثنين، زي ما تعود على البومفريت يتعود على الخضار والفاكهه. بالظبط. طيب يعني طبعا بنلاحظ ان احنا اكتر حاجه بنعاني منها دلوقتي عسر الهضم. مزبوط. ده بقى ناتج من ايه؟ هلا من طريقه الاكل الغلط. اليوم ادخال الطعام على الطعام، الاكل على شبع، الاكل بسرعه. ليه نحن بشهر رمضان المبارك بناكل، بنشرب العصير، بناكل حبه تمر، بناخذ الشوربه، بناخذ السلطه قبل الاكل؟ ليه ما بيكون كل يوم عنا على الغداء او على العشاء سلطه وشوربه؟ دائما ناكل الاشياء النيه قبل الاشياء المطبوخه، دائما ناخذ السوائل
قبل الاشياء الجامده، يعني ضروري انه ناخذ شوربه، ناخذ اشياء سائل للمعده، قله اخذ الالياف، يعني الناس اللي كثير بتاكل رز وبطاطا. طب هي الالياف بتعمل عسر هضم ولا لا الالياف هي بتساعد على تليين المعده. امال ليه بتتعب مرضى القولون؟ حياتي لا الالياف ما بتتعب مرضى القولون، هلا اللي معودين ياكلوا كثير خبز، سكر، مقالي، رز، بطاطا، هيدي بيكونوا بيبقى المصران كسلان، يعني مش بسهوله بياخذوا. في عالم بتشرب زهورات، هلا رح نحكي عن زهورات سليمة، في عالم كثير بتشرب زهورات لتلين الفضلات اللي بقلب المصران، هيدا شيء كثير غلط. نحن بدنا ننشط جهاز الهضمي، ما بيتنشط الا بشرب المي، كل يوم 3 كوب مي على الريق فاتره، على الريق؟ على الريق ولا طول اليوم؟ لا طول اليوم لازم نشرب اكثر من لتر، لتر وشوي، لانه نقص المي بيعمل جفاف بالبشره، بيعمل 70% من جسم الانسان مي، قد ما فينا نشرب مي، مي، الشاي، الزهورات، الزهورات اللي هي الزهورات يعني بقى ايه بقى مكوناتها؟ مش هلا بحكي عن زهورات، هيدا شيء للمصران، زهورات بشكل عام البابونج، القصعين، الميراميه، الكركم، الزنجبيل، الاشياء يعني كل شيء توابل وحبوب وزهورات، كلها هيدي كثير، النعنع، الكركديه بتشربوه انتم كثير بمصر، الكركديه رائع، رائع للمعده، رائع للضغط، للسكري، للذاكره، كثير مهم، الكركم كثير مهم للكبد. هلا بالاشياء اللي بمنتجاتنا، هلا بليز حضري لي هيدا المصران اللي بنشط المصران، الفيديو هلا بنشوفه، الخلطه المنشطه للمصران بتنشط جهاز الهضمي، ولما يتنشط جهاز الهضمي تنشط الكبد، تنشط الكلاوي، ما بقى في نفخه، ما بقى في غازات، ما بقى في امساك، تلقائيا الجسم بياخذ حاجته، الباقي بقى بيروح مع الفضلات. انت اكلتي صحن سباجيتي او رز وفاصوليا، اكلتي 200 جرام، جسمك بحاجه ل 120، بدل ما يخزن الجسم الكميه اللي بقيت لما نكون عم نشرب زهورات بيصير فيها. طب ناخذها قبل الاكل ولا بعد الاكل ولا هو الفيديو جاهز معانا؟ زهورات، زهورات سليمة بناخذها قبل الاكل. حب سوري فطار وغدا وعشاء؟ لا بناخذ بناخذ خلطة فنجان يعني كوب قبل الأكل الصبح، مش على الريق، بنكون أخدين شيء بسيط يعني، بس بنغليها زي الشاي يعني، بنغلي المي وبنحط ملعقة صغيرة من هيدا وبناخد فنجان المساء. هيدا مفروض نضعف بين 4 ل5 كيلو بالشهر، وأكيد لازم ناخد معه أو يفضل إذا بناخد معه حبوب قاطع الشهية. حبوب قاطع الشهية بناخد منها حبتين، حب الصبح حب المساء، للناس اللي كتير عندهم شهية مفتوحة، هيدي الحبوب بياخدوا منها كل مرة حبة عبكرة حبة عشية، حبتين في اليوم بالضبط. والزهورات إذا أنت كنتي بدك تضعفي، ما بدك تضعفي بس عندك عسر هضم فيك تاخديها، مش شرط اللي بده يضعف ياخد زهورات سليمة. وهيدي الزهورات فيها البابونج، بس يجهز الفيديو قولوا لك. الفيديو جاهز يا جماعة؟ مش مشكلة بس يجهز. طيب من ننزل الفيديو عشان ايه نشرح معاه. اوكي الزهورات وحضرتك قلتي والحبوب اللي هي مانع للشهية، قاطع الشهية، قاطع الشهية. الزهورات مع قاطع الشهية هيدا كتير رائع ومهم، وبيساعد انه نحن في حاجة تانية معاهم لانقاص الوزن ولا هو بس ده الكورس كده؟ هلا في عنا فيتامين بعدين بناخده، بس هودي بكفوا، بس بدنا نخفف خبز وسكر ومقالي، هيدا الشيء كتير مهم انه نخفف خبز والسكر والمقلي. والمقليات يعني على صحة سلامة، ما في ضغط، ما في كوليسترول، ما في سكر. الفيديو معنا هو على الهواء. اوكي خلينا نشوفه. دي الزهورات. ليه ما في صوت عنا؟ كسل الجهاز الهضمي من الأسباب الأساسية لمعظم مشاكل الجسم. للحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي ننصح بشرب الزهورات يوميا. وخلطة الزهورات من منتجات سليمة تحتوي على الشومر، القصعين، الزعرور، البابونج، عرق السوس وغيرهم، فبتنشط المصران، بتمنع النفخة والإمساك، بتلين المعدة، وبتساعد على تنشيط الكبد والكلاوي، وهيك الجسم ما بيمتص أكثر من حاجته. والأكيد أنه إذا شربنا خلطة الزهورات من منتجات سليمة نخسر 3 ل4 كيلو بالشهر، طبعا مع الالتزام بنظام غذائي سليم. اوكي لكن شرب الزهورات قلنا انه بنغلي المي وبنحط ملعقه صغيره لتنين مج، يعني هيدي بتكفينا تقريبا شهر ونص او شهر وعشر ايام للي بياخد منا كل يوم فنجان الصبح فنجان المساء. طيب ده بالنسبه لانقاص الوزن او مشاكل الجهاز الهضمي. لو جينا دلوقتي اتكلمنا عن مشاكل الشعر، دايما بنعاني من مشاكل الشعر،
أكتر حاجة بتتأثر معانا، إذا كان تالف أو متقصف أو خفيف، أو يعني صعب إن أنت تلاقي دلوقتي شعر تقيل ولامع وكده، إيه السبب وإزاي نقدر نحافظ عليه؟ هلا أول شيء الشعر هو الاسترس والتوتر ونقص الفيتامين له علاقة بهر الشعر وبضعف الشعر. نقص المغنيسيوم، نقص الفيتامين د، نقص أي فيتامين بالجسم، وأكثر شيء المغنيسيوم بيسبب تلف يعني وهر للشعر. إضافة نحن ما بنهتم بشعرنا، لكن بليز حطوا لي رجعوا الصورة، عنا نحن ماسك رائع للشعر هلا بيقطع على الشاشة. الماسك ده بنستعمله بعد الشاور ونحن بعد الشامبو، بنعمل شاور بنعمل شامبو بعدين بنحط من هيدا الماسك 3-4 دقائق. بس انا بحب الفت نظر شغله، انه دائما بقول الشعر تاج المراه، دائما بنحكي عن الشعر وبنتغزل بشعرنا ومن لازم نحن نحب نهتم بالطبيعه. خلينا نحكي عن اشياء طبيعيه، مش بس انه منتج سليمة او بدنا نجيب. اول شيء الصبغات والهايلايت وهيدي الاشياء اللي بحطوها والالوان على الشعر، هي كلها بتتلف الشعر والحاجات دي كلها، السشوار كمان والمجفف الشعر وهيدي الاشياء. لكن لو هو تالف ممكن يقدر الماسك يعني يعيد له يعني جزء من التقصف والرؤى؟ مش ممكن، اكيد 100%. نحن عندنا بمنتجات طب سليمة ايه كمان مع الماسك؟ في زيت، ايه مجموعة خاصة بمنتجات سليمة للشعر، هو زيت في 13 نوع من الزيوت، زيت السمسم، زيت البابونج، زيت القروايز، 13 نوع في نوع واحد، في زيت واحد 13 نوع زيوت خلطتهم بزيت اسمه سليمة مع الكريم. ده طريقة استعماله بقى ازاي؟ بالضبط، الزيت بننقع دايما، الزيت بننقع الشعر فيه ساعتين ثلاثة، مش أقل من ساعتين، بنرجع نتحمل سخنة بقى ولا مش لا 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 مش ضروري، مش ضروري ساعتين ثلاثة ونغسله تماما من الشعر؟ بنرجع نغسله. بس أنا حكيت بحلقة الماضي كتير وصفات للشعر عن مية الرز، ركزت عليها كتير ودايما بضلني أقول مية الرز اللي هي مية الغسيل الرز، لما نغسل الرز الماي ناخد المية المي تبعه يعني مج مثل هيدا بنكبه على شعرنا وبنتركه. قد يعني ايه بقى نتركه؟ تركيه تركيه، يعني فيكي تطلعي، فيكي تروحي تعملي زيارات، تظهري من البيت وانت حاطه مية الرز، ما بيأثر. فيكي تغسلي بعد ساعتين ثلاثه، فيكي تغسلي ثاني يوم عادي. بس مية الرز من الاشياء الرائعه. اذا غلينا ورق الغار، ورق الكينا، ورق الجوز، البقدونس، البابونج، كله هيدا بيساعد كرمال الشعر. بعدين اذا عملنا ماسك اللبن الزبادي مع ملعقتين زيت زيتون فينا نعمل ماسك للشعر، فينا نعمل صبغات طبيعية. هيدا أنا شعري أنا ما بصبغ، صبغة طبيعية أنا بحط بقى حنة مع اللبن الزبادي، صبغات طبيعية بحط أنا شخصيا بعملهم لإلي، يعني ملعقتين بن البن يعني البن مع ملعقة كركم، بحط صفار بيضة لأنه البيض كتير بغذي الشعر. أكيد من لما نحط بيض دايما بنحط ليمون، شوي ليمون، ملعقة خل صغيرة، وزبادي، الزبادي كتير بغذي. والشعر الابيض برضو بيجيب معاه نتيجه الصبغات الطبيعيه، 100% بتغطي الشعر. هو عاجبني حضرتك انت بتستعملي كل حاجه طبيعي سواء في البشره سواء في الشعر، يعني بتدي كده بوزيتيف انرجي فظيعه كده، لانه قد ما شعرك اذا انت ما حبيتيه ما دللتيه ما تفكري. ده الكريم قدامنا على الشاشه 100%، هيدا كريم الشعر. ايه هيدا كتير مهم. إضافة لنقص المغنيسيوم، نقص المغنيسيوم. المغنيسيوم بقى ممكن يلاقيه في إيه من الحاجات، الفواكه أو الخضار؟ أول شيء أهم شيء بتلاقيه بالموز، بتلاقيه بالتمر، بتلاقيه بالجوز، يعني هول الثلاث أشياء، والكاكاو الأسود اللي بمنتج سليمة جبناه حلقة الماضي وحكينا عنه. الشوكولا السوداء من الأشياء الرائعة جداً، لأنه الكاكاو الأسود يعني كتير عالم ما بتشرب كاكاو، مش متعودة تشرب كاكاو مثلاً، بيشربوا دايما القهوه والنسكافيه. خففوا النسكافيه، هو في كاكاو عادي وفي الدارك. ايه هو الدارك لانه كل الزبده الطبيعيه، طبعا الزبده الطبيعيه بقلبه كثير مهمه. مثلا انا هلا بلشت رقبتي توجعني لاني وقفت بالهواء. لسه كنا هنتكلم دلوقتي عن الام الرقبه والظهر بالذات. بس قبل بس ما نتكلم هاخد بس معايا تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي. ايوه يا فندم، برحب بيكي وبرحب بالدكتور سليمة الجميله القمر. اتفضلي حبيبتي، عندك سؤال؟ ايوه، بصي والدتي عندها خشونه في الركبه وعملت حجامه مرتين، وفي المرتين ما نفعتش ورجليها مقلمه وكده. يا ريت يا دكتور لو وصفه طبيعيه، ربنا يبارك فيكي. حاضر يا حبيبتي، تكرم معايا. حاضر.
الدكتور هتجاوبك. عندك سؤال تاني؟ ايوه. شكرا. ايه راي حضرتك في الحجامه؟ اوكي. الحجامه منيحه فعالة، بس مش كل الناس اذا كنا مش كل الناس بتزبط معها ومش كل الناس بتامن فيها، بس هيدي قصه خشونه بالركب هيدي عند ناس كتير. بنرجع لنقص الفيتامين. نقص الفيتامين بسبب هر شعر، بسبب تلف بالبشره، بسبب تلف بالاعصاب، بسبب الناس ضعف الذاكره، بسبب وجع العظم بكل انواعه بما فيهم جفاف او الخشونه. طب يا دكتور انا دلوقتي عشان محتاجه اعرف انا ايه الفيتامينز اللي قليله عندي او زياده، طبعا محتاجه ان انا اعمل تحاليل طبعا، ولا مجرد ان انا لاحظت ان شعري خفيف او كذا اروح اخد كذا؟ بشكل عام في اشياء بشكل عام دائما المراه اول شيء بدنا ناكل، من يعني يكون عم ناكل فواكه كتير، خضره كتير. انت بتصيري تعرفي حالك انه انا عم باخذ بروتين وعم باخذ احسن من الحبوب يعني. بالضبط، احسن ما ناخذ حبوب. بس بشكل عام لما نحس عنا وجع ناخذ الفيتامين د، بناخذ. كل العالم بمجتمعنا العربي كله بشكل عام عنده نقص فيتامين د لانه ما بنتعرض كتير للشمس، وخصوصا بالوطن العربي بتعرفي اللبس الحجاب بالخليج وبضلنا على طول مغطيين وملفلفين. الشمس كتير بتعطي فيتامين د وكتير مهمه للجسم. ما قد ما ناخذ حبوب ما بنعوضه يعني، من هيك بتلاقي عندهم هيدي المشكله. هلا بنجي تحديدا لسؤال الصبيه سالت، الخشونه بالركبه. زيت زيتون، بنسخن زيت زيتون وبندهن منه. هلا حضروا لي بليز بالريبورت تبع زيت الالام وكريم الالام بليز. زيت زيتون بنسخنه على النار وبندهن الركبه او الظهر او اي او الرقبه بالجسد. او اي مكان، اي مكان بندهن زيته منه، هيدا كثير بخفف الوجع. اضافه ناكل بذر الرشاد. بذر الرشاد فيه كثير اوميجا 3. نقص الاوميجا 3 هو بسبب وجع بالعظم وتحديدا بالركب. بعدين ما بنعمل هيدي الرياضه كل يوم نحرك الركبه، يعني اليوم الست شوي كبيره بالعمر او شوي ناصحه سمينة يعني ما بتتحرك ما بتقوم بتقول لك انه تعبانه، وهيدا كله بيعطي ضغط على الفقرات، بسبب وجع ظهر، ضغط على الركب، الوزن الزايد كثير له تاثير بهيدا الموضوع. ناكل الباميه. الباميه من الاشياء الرائعه جدا لخشونه الركب، رائعه جدا جدا يعني اذا نحن اخذنا منها، لانه هيدي الماده بتقوي الغضروف، هالماده اللزجه اللي بقلب الباميه. ناكلها بشكل يومي لمده سنه كل يوم. انا من الاشخاص اللي تقريبا 90% باكل كل يوم باميه، يعني شو ما كون طابخه يكون عندي صحن صغير باميه. طب والكوارع والحاجات دي فعلا برضه مفيده؟ هيدي بتقوي، هيدي بتقوي العظم، يعني مثل ما بقولوا ترم العظم انتم مثل ما بتقولوا. يعني اذا واحد عنده ضعف، عنده ضعف يعني بهامته بصحته، بس خشونه الركبه ما لها علاقه بالعظم. هي هي بتقوي العصب، هيدا العظم، عظم الاجرين، الدجاج، اجرين البقر، اجرين الغنم، كثير مهمين، بس بقوي العصب. بس نحن للغضروف بناخذ هودي الاشياء، بندهن من زيت الالام. هلا لما يجهز بنشوفه. زيت الالام وكريم الالام بمنتجاتنا رائع، زيت نعنع، زيت قرفه، زيت قرنفل، زيت الكافور. يعني الزيت دائما بشد العصب وبسكن الالم، والكريم هو من شمع العسل الطبيعي، من خلاصة شمع العسل الطبيعي، كمان كتير منيح وكتير مهم. يعني الاثنين مع بعض بالتبادل. فينا ندهن مرة زيت مرة كريم، أو دهننا الكريم بعد شي ساعتين نرجع ندهن الزيت. بس عود الوصفات ونقص المغنيسيوم. قلت إنه المغنيسيوم للشعر وللتوتر الأعصاب ولوجع حتى تعقيد الجسم ولوجع الركب أو الإجرين. بناخد الأشياء اللي فيها مغنيسيوم أكتر شيء، الملفوف، الكرومب، يعني الكرومب، الارنبيط كتير مهم، الجزر كتير مهم، وقلنا الجوز واللوز والمكسرات النيه، التمر، الموز، هو كتير غنايا بالمغنيسيوم. طيب اسم الكريم ايه اللي احنا قلنا عليه دلوقتي اللي هو خشونه الركبه؟ اسمه إيه؟ زيت الالام وكريم الالام. زيت الالام وكريم الالام. ايه. طيب لو جينا دخلنا دلوقتي في موضوع معرفش هو بيصيب عدد كبير من البنات والسيدات ولا لا، تكيس المبايض، وهل بيتم اكتشافه بدري؟ هل المفروض انه يتم اكتشافه بدري عند البنات ولا تستنى لما تتجوز؟ ايه سببه؟ ليه كتير؟ لا مش تستنى لتتجوز، لانه في كتير بنات بيضطروا يعملوا عمليه، بصير عندهم اول شيء خلل بالهرمونات. هو سببه خلل بالهرمونات بس، سببه مش سمنه ولا اي حاجه ثانيه. لا السمنه بتاثر عليه بس هي ما بتسببه.
يعني اليوم اذا انت عندك لا سمح الله تكيس مبيض بتاثر على اذا انت سمينه، بس مش هي بتسبب لك التكيس، عرفتي كيف؟ ايه 100%. فعندنا نحن في طريقه حاجه طبيعيه اكيد ممكن نعمل زي بمنتج سليمة، عندنا حبوب الكولاجين كمان هلا بيقطعوا على الشاشه عندكم اياها، حبوب الكولاجين للتكيس، حبوب الكولاجين لانه في لبان الذكر وكولاجين طبيعي بمنتجاتنا مع خلطه خاصه للنساء. بس نحن ما ناخذ، اليوم في كثير صبايا لما تلخبط الدوره معهم وخصوصا البنات بعمر صغير بيعطوهم الدكاتره النسائي دائما حبوب منع الحمل. حبوب منع الحمل هي اللي بتسبب تكيسات، حتى للست المزوجه حبوب منع الحمل هي بتسبب تكيسات مع الوقت. اليوم خلل الهرمونات كمان، اليوم لما يكون الهرمون مش عم يشتغل مزبوط بصير هرمون الذكر يغلب هرمون الانثى، بتتلخبط صوره الدوره الشهريه. احنا معنا الفيديو بتاع الكولاجين، اوكي شوفوا يا جماعه، خلينا نشوفه يلا. حبوب الكولاجين علاج لتجدد خلايا الجسم، بتخفف علامات الشيخوخة بالوجه، بتعطي نضارة للبشرة، بتحتوي على فيتامينز وخلاصة الكولاجين الطبيعي لبان الذكر، مفيدة للجسم وبتقوي المناعة، كما أنه بتنظم وبتنشط الهرمونز. تستعمل هالحبوب للرجال والنساء مرة يومياً. حبوب الكولاجين مرمم ومجدد الخلايا ولشباب يدوم. الكولاجين، حبوب الكولاجين مفيده لايه ثاني يا دكتور؟ حياتي حبوب الكولاجين بتعطي نضاره للوجه، حتى بتسمن الوجه، نحن بنعطيها مع كريم البوتوكس. عندنا بمنتجنا كريم البوتوكس. بتنصحي حضرتك من سن قد ايه ابتدي استعمل كريم البوتوكس والكولاجين؟ كريم البوتوكس مش من تحت ال 20 سنه يعني، هو كريم البوتوكس بمنتج سليمة مرطب مغذي بشد الوجه وبيساعد شوي انه ينفخ الوجه لانه حرام نعمل بوتوكس. والكولاجين؟ ايه وحبوب الكولاجين اول شيء سوري بتشد بتنشط جهاز التناسل، مجرد تنشط جهاز التناسل عند المراه او الصبيه بتتنظم الدوره الشهريه، اذا كان عمرنا فوق ال50 بخفف عبئات وهبات وعوارض المينوبوز كمان الكولاجين، لما يتنشط جهاز التناسل سوري حتى للتجاعيد للصدر للشكل والنضارة. للبشره بالضبط. هيدا يعني الكولاجين هو مكون اساسي في الجسم وبيقل مع كل ما نزيد في العمر بيقل، مش كل ما نزيد بالعمر، العمر لا يقاس بالسنين، هي دايما بقولها، يمكن انا زيد بالعمر وبين انا اصغر، عرفتي شو يعني؟ مش شرط انه انا زدت بالعمر يعني انا عم بكبر، هي طريقه تفكير عنا غلط، مثل الحلقه الماضيه لما كنت عندكم كانت صبيه عندي بالاوتيل مصريه عم تقول لي انه انا عمري صار 42 سنه يا مدام ويأساني وخلص وبلشت اكبر وما بعرف شو، قلت لها نعم يا اختي انا عمري 50 بس دكتور شايفه حلو الزمن برضه والسنين وموروثي بتاثر غير بشره ال 20 اكلنا، واذا بنكون هيك عنا اقبال للحياه وعنا طاقه وعم نغذي حالنا الخلايا بتجدد حالها. انا ما عم بقول انه يكون عمرنا 70 80 ونحن كانه عمرنا 20 بس انت ما بتشوفي ناس تبقى مش مبين عليها العمر، تبقى مبينه اصغر أكيد. بالعمر ما بتشوفي ناس عمرها 40 سنه بتقولي شكلها كانه عمرها 65. طيب ما كمان هيدا اتصال بس من ايمان. الو الو ايوه ايمان الو السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا اماني اتفضلي. منوره يا دكتوره حبيبتي الله يخليكي. منوره حبيبتي شكرا. عندك سؤال يا ايمان؟ يا حبيبتي عندي سؤال. اتفضلي اتفضلي. منوره مصر كلها. انا يا دكتوره عندي حاجات في رقبتي، عندي غضروف في رقبتي ورقبتي على طول فيها الام على طول. احنا اتكلمنا عن قلنا دكتور حاضر هجاوبك يعني هتجاوبك الدكتور يمين. عندك سؤال تاني حبيبتي؟ عندك حاجه تانية؟ بيقطعوا لها قبل. شكرا يا حبيبتي. احنا اتكلمنا قلنا زيت القلم، زيت القلم وكريم القلم بمنتج سليمة، بس هلا اللي مش قادر ياخذ منتج سليمة بندهن زيت دايما. هلا انا هلا اتحممت وطلعت بسرعه، هلا رقبتي عم توجعني، صفقه الهواء هي اهم شغله غلط. لما يبقى شعرنا طويل والشعر ماي الرطوبه ومننام كل يوم شعرنا ماي على رقبتنا، هيدا كثير كثير بتضر اغلب الصبايا اساسا، يعني بتروح على الجامعه او على المدرسه بتتحمم كل يوم وهيدا له تاثير. هلا اذا اوريدي صارت هيدي المشكله عندك بدك تدهني زيت، بدك تاخدي فيتامين د وناخذ زيت السمك اللي هو الاوميجا 3. زيت السمك طيب ايه الفرق يا دكتور بين اوميجا 3 و6 و9؟
هلا اكيد انواع فيتامينات الجسم ما لهمش علاقه ببعض يعني. لا الجسم بحاجه لهلا الفيتامين من بي 1 لبي 12 اللي هو خميره البيره. الاوميجا 3 بتلاقيه بزيت السمك، بالمأكولات البحريه، بنلاقيه ببذر الرشاد، بنلاقيه ببذر الكتان. فيتامين د بنلاقيه بالفطر، كمان بالملفوف، بالارنبيط، بالبروكولي، بكثير اكل يعني اللي من الاشياء اللي بناكلها كل يوم. بس نحن بدنا نركز دائما قد ما فينا نخفف لحمه، نخفف سكر، نخفف مقليات، ناكل كثير خضره، ناكل كثير فواكه، الاشياء اللي بموسمها. هلا بالشتاء مثلا موسم الشمندر، البطاطا الحلوه، غير الفواكه يعني اكيد الفواكه شيء كثير. وزي ما حضرتك قلتي الطفل على ما تعودي، زي ما تعود على السيء هو برضه هيتعود على الصحي يعني. ليش وعلى مين اليوم اي ام بتعطي ابنها جزر على المدرسه او تفاحه او مزبوط ولا لا، كمشه جوز ولوز وزبيب وتمر وهيدي الاشياء مش طيب مش مجفف. اتصال من ناهد. الو. ايوه انا عايز اكلم من فضلك الدكتوره شليمه. تفضلي حبيبتي، اهلا وسهلا، سامعتك، شو سؤالك؟ اهلا بحضرتك، انا متابعه حضرتك من زمان. حياتي الله يخليك. ونفسي والله كنت اكلم حضرتك من زمان. اهلا وسهلا فيكي، هيدا رقمي على الشاشه، فيكي تاخديه وتكلميني وقت اللي بدك. وهلا شو سؤالك حياتي؟ اكلم حضرتك بعد البرنامج؟ لا اساليني هلا شو بدك وفيكي تكلميني بعد البرنامج. انا بقالي سنين عندي اسهال كان بدم ودهون. عندك ايه؟ وسقط في العرق والدوخه، جميع العلاج جربته وعملت مناصير ورحت لجميع الدكاتره وعملت اشاعات، قالوا لي ما عندكيش حاجه تستدعي اللي لقيت فيه ده كله. المهم الدم الحمد لله اترفع، بس برضه مانيش عارفه اكل الا بحبه ملح بس. عندي اسهال على طول على طول على طول. وروحي بتروح على طول. عندك اسهال وجروح وقروح بالمعده يعني؟ ايوه، بس مش يعني انا عملت منظر مش لدرجه اللي انا فيه. اوكي حياتي، سلامه قلبك اكيد. وبعدين دكتوره سليمة، بالله عليكي وبالله عليكي بالله عليكي عايزه اكلم حضرتك بعد البرنامج. انا مش محتاجه حاجه بس عايزه اخد رايك حضرتك. تكرم عينك، اهلا وسهلا. مدام ناهد، شكرا. الرقم المصري هلا، الرقم المصري عم يقطع على الشاشه، ورقم اللبناني الواتساب كمان. وانا ما عندي مشكله، انا بحكي مع اي حدا، مش شرط انه يكون الانسان محتاج شيء ليحكي. لازم نتواصل مع بعضنا، واي نصيحه مش ضروري كل حدا يحكيني يعني بده من منتجاتي. انا مستعده لو ساعه بحكي بسمع حدا عنده مشكله، حدا بوشي بنعطيه نصايح اكيد. طيب اهلا وسهلا فيك. ام منار معانا. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله حياتي، الله يخليكي. الحمد لله على سلامه حضرتك. الله يسلمك، كلك ذوق. عندك سؤال؟ ايوه يا فندم، اتفضلي. والله انا موضوع الصداع دوت بشتكي منه من كتير، بقالي 7 8 سنين كده. سلامه قلبك، عندك امساك؟ بيجيني امساك كتير. ما هو الامساك بسبب صداع. اوكي. وجيوب الانفيه دايما تعباني برضو، وعالجتها بحاجات كتير بس. طيب حياتي، سلامة قلبك، واكيد في علاج عنا. احكيني بعد البرنامج وهلا بجاوبك عها. وعندك سؤال تاني؟ شكرا يا فندم. شكرا ليك، اهلا وسهلا. ناخد معانا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره سليمة، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي، الله يخليكي. حقيقة أنا أشكرك بس على المنتج اللي أنت قلت لنا عليه، اللي هو الرز بالشعر والحاجات الطبيعية دي. جميلة. الزيت ولا الكريم؟ إيه اللي أنت استعملتيه؟ نعم. الزيت ولا الكريم؟ لا ده النشا، النشا بتاع النشا. الرز المية والحاجات دي حلوة خالص. برافو برافو. طوالي شعر يا دكتورة، أقسم بالله لا نفع زيت ولا أي حاجة فيها المية إلا النشا وكده يعني. 100%. ومية الرز جميلة جدا والله العظيم. حبيبتي كلك ذوق، بتمنى شكرا كل الوصفات. شكرا، ربنا يبارك في عمرك. شكرا والله العظيم، ساعة شعري طويل وكده والله. الحمد لله الحمد لله. شكرا لاتصالك يا حبيبتي. هو دكتور مية الرز يعني احطه واخرجه واستشواره واخرج بيه ولا لا. ايه؟ ايه طبعا طبعا، انا كثير ايام بغسل شعري بمية رز وبتركه، يعني ما في بطلع فيه عادي. ما مش محتاجة اغسله ولا حاجة؟ لا 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 مش محتاجة. بعدين الالوفيرا، الصبير، انتم عندكم كثير الصبير، هيدا رائع جدا. اذا بنقصها الجل اللي بقلبها بنفرك فيه الشعر وبنمسح فيه الوجه، كمان حطي من الصبير بيصير احلى واحلى من مية الرز. انا بتباهى بشعري يعني دائما، يعني انا حدا بغني الشعر فما بحب اصبغ
يعني وما بحب وشعري ما عندي شيب يعني ما شاء الله وعمري يعني 21 ابني عمره 30 العمر الطويل ليكي العمر الطويل ليكي ما شاء الله فنحن انه كثير مهم انه نهتم بشعرنا مثل ما عم تعمل الصبيه انه مية الرز وهيدي الاشياء هي مبوره مية الرز الواحد عايز يجربها ايه ضروري بعدين للوجه بتجنن يعني نحن كمان انا لما اغسل شعري بمية الرز بتبقى بالكوب يعني بتضل يوم يومين على المجلى عادي بكعبه بصير ابيض طبقه بيضة بالضبط هيدا النشا اذا بنمسح منها على وجهنا رائع للتجاعيد هون لكعب من الرقبه للوجه بتحطي بعدين بتبيض هيدي كثير بتبيض ميه النشا كثير مهمه معنا تليفون ايمان الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ازي حضرتك كل سنه وطيبه وانت بالصحه والسلامه اتفضلي حضرتك ازي حضرتك دكتوره الحمد لله اتفضلي بعد اذنك انا بشرتي دهنيه وعندي 39 سنه بس عندي غده درقيه كسر خمول في الغده الو ايه سمعتك اي انا بعمل ماسكات طبيعيه في البيت ويعني مهتميه ببشرتي يعني انا عندي 39 بس اللي شافني يقول اصغر من سني فانا بسال بس الماسكات الطبيعيه دي مفيده يعني ولا ملهاش اي لازمه اكيد مفيده وهلا بعطيكي وصفات للغده الدرقيه بتمنى كل حدا انا حاسه ان حوالين عينيا بقى في زي جفاف الدكتور قال لي من الغده ايه طبعا طب ممكن حضرتك تقولي لي وصفات يعني عشان البشره تكرم عينك تكرم شكرا لاتصالك هترد عليك يا دكتور عايزين نتكلم يا دكتور وصفات للغده لما تبقى نشطه ولما تبقى خامله اوكي نعالجها هنا ازاي وهنا ازاي نحن بناخد شيء ينظمها بس بدي اقول اي حدا بده يتصل بتمنى تبعده عن التلفزيون يعني بعده التليفون لحتى نسمعكم ما عم بفهم كل الحكي غير انه انا مش عم بفهم اللهجه كمان اوكي الغده الخمول لخمول الغده اللي كثير مهم القرنبيط والبروكولي من الاشياء اذا نحن بالبيت يعني بدنا ناخذهم ومثل ما قلنا بذر الكتان وبذر اللقطين وبذر دوار الشمس هودي كثير بيساعدوا انه ينشطوا الغده ناكل الفطر الني من الاشياء المهمه بمنتجاتنا اكيد في عندي ميه الالوفيرا وعندي شيء لخلل الهرمونات كثير مهم كرمال الغده الدرقيه رائع جدا فبتمنى انك تاخديهم وبعطيكي شيء حتى للبشره غير انك تستعملي مثل ميه الرز تعملي ماسكات انت بالبيت عسل لبن زبادي خميره البيره زيت السمسم اللي هو موجود بالطحينه كمان هيدا للبشره الجافه والبشره الجافه هي نقص فيتامين اشربي عصير ليمون نقص فيتامين اي يعني بتسبب جفاف بالبشرة أكيد نحن عنا شيء اسمه سيروم السكوالين إن شاء الله لح أطلع هالجمعة أنا قاعدة 4 أيام بمصر إن شاء الله إذا بيسمحونا بالإدارة نطلع حلقة تانية لايف بدنا نطلب منهم على الهوى لنحطهم تحت الأمر الواقع فبنحكي عن كل التفاصيل بالمنتجات بس شرب المية هو موازي لكل ده يا دكتور كله 70% من جسم الإنسان مي ضروري نشرب 3 كوب مي على الريق تنضف المعدة من العفونة المدام اللي عم بتقولي لي عندك صداع لأنه هو في إمساك هاي الخلطة بتعالج الإمساك وبتخفف الصداع حتى للي عنده ضغط للي عنده سكري كتير مهمة الناس اللي عندهم إمساك بيقدروا يوقفوا الخبز ياخدوا الأشياء اللي فيها ألياف وخصوصا الخوخ والمشمش المجفف هودي من الأشياء اللي كتير مهمة نعمل رياضة للمعدة يعني دايما التدليك على جهاز الهضمي من الأشياء اللي بتساعد والمشي رياضة للوراك يعني بيعبوا لما ناكل خبز والدورة وسكر الدموية وكل ده بس شرب المي من الاشياء الرائعة جدا والسوائل انه ناخدها للناس اللي عندهم معنا تليفون تاني مين معنا؟ عم نلحق نرد عليهم فصلت ايوه يا فندم حنان اهلا وسهلا اهلا بيكي اتفضلي يا اهلا وسهلا لو سمحتي يا فندم اهلا بالدكتورة الاول في مصر وتشرف في مصر طبعا حبيبتي الله يخليك لو سمحت انا بسأل حاجة على الكلف بعد اذنك يعني على الكلف؟ انا لسه والده بقالي سنه وعندي كلف مش راضي يروح نهائي اوكي تكرم عينك حبيبي هنجاوبك حاضر بتمنى تجهزوا لي ماسك الاعشاب ماسك الاعشاب الفيديو تبعه هيدا الماسك بمنتج سليمة للكلف لشد الوجه للتجاعيد لنضارة البشرة هيدا فيه 13 نوع من الأعشاب بابونج قصعين ترمس حلبة حبة البركة هيدا سوري أي شيء أنا بعمله ده باودر باكل منه هو منه للأكل هيدا ماسك بنحطه على الوجه هيدا بنعجنه بمي خليني اشرب مي احمقت شردة الفيديو جاهز معنا ونشرح هو الفيديو شغال بنحط منه نسمعه
ايه خلص بيكونوا سمعونا. بنحط ملعقه صغيره من هيدا الخليط اللي هو حلبه، ترمس، حبه البركه، بابونج، قصعين، الشومر، الحمص، الاشياء اللي بتقضي على الكلف، بتشد هو الوجه. الكلف هو نفس برضو علاج المناطق الغامقه لحد ما، مش لا، في شيء مبيض، في كريم خاص هو للتبييض للاماكن الغامقه، بس العلاج الكلف وخصوصا ماسك الاعشاب من عمر 13 سنه بتقدر الصبيه تاخده. خلينا نشوف الماسك وبنرجع بنكمل. البنات ياخدوه يدهنوه فين بقى؟ على وجههم. طيب بالنسبه طبعا المشكله لكل سواء بنات او ولاد، حب الشباب هيدا الماسك خلينا نكمل عنه كمان بيساعد كرمال حب الشباب. هيدا الماسك فينا نعجنه مع لبن او مع مي او مع موارد او مع حليب او مع عصير برتقال، لبن سائل. يعني زبادي، اي شيء سائل. اذا بشرتك دهنيه بتعمليه مع حامض وليمون كثير مهم، او مع برتقان. اذا بشرتك كثير ناشفه بتعمليه مع الحليب. عرفتي كيف؟ انت مثل ما بدك، بس بشد وبيرمم البشره وبينشط الخلايا. اكيد اكيد بمنتجاتنا نحن في عنا كريم خاص للكلف، في بمنتج سليمة كريم الكلف، وهيدا ضروري انه نحن لكن نستخدم. حب الشباب في يعني حضرتك بتنصحي بتعامل يومي، نظام يومي كده اول ما يصحى من الشباب النوم؟ لا، بنغسل بصابون، صابون حبه البركه او صابون الشبه. لما يطلع يصير في حب شباب ما تروحوا تاخذوا دواء من الصيدلية، فينا نعمل نشا وموارد، نخلط ماء الورد مع النشا ويمسحوا فيه، لانه سن البلوغ تغيير الهرمونات، ما البنت بتبلغ والشاب يبلغ مثل البنت، ببلش يخشن صوته، يطلع شعر بوجهه بجسمه بهيدي المرحله. وطريقه وشو اللي بيعزز حب الشباب واكثر؟ اول شيء الدهون اللي من الكلى، نقص فيتامينات معينه، المايونيز، الكاتشب، المشروبات الغازيه، هاي الاشياء هاي بتزيد عند الناس اللي بتكلا اكثر. في عالم هي بشرتها دهنيه بطبيعه الحال، بشرتها دهنيه، حتى بمنتجي في شيء اسمه ماسك سمخ الشجر، كلكم بتعرفوا سمخ الشجر ولبان الذكر، يعني فيكم انتم تجيبوه، مش ضروري من منتج سليمة. بنذوب سمخ الشجر بالماء وبنغسل وجهنا فيه، هيدا كثير. ولبان الذكر كمان. طيب لو جينا اتكلمنا على مشكله التبول اللا ارادي عند الاطفال، يعني مش عارفه هي عضوي، مرض عضوي اكتر ولا نفسي اكتر؟ هلا ارتخاء اعصاب، بديش اطشيك بس لكفي شرح عن الكريمات لفوت بهذا الموضوع لانه كثير دقيق. نحكي عن كريم اللؤلؤه الذهبيه وكريم اللؤلؤه الفضيه، لانه سالتيني عن الكلف والنمش، وهيدا الكريم رائع جدا، واذا بتلاحظوا بتشوفوا الحبوب انه هيدا عباره عن حبيبات بنشيلهم بهاي الملقعه الصغيره، هلا كمان بنشوف الريبورت لإله، بنشيل ملقعه وبنحطها على الوجه، هيدا يستخدم بالنهار، واللؤلؤه الفضيه تستخدم بالليل للتجاعيد وللكلف. الجولد بالنهار اللؤلؤه الذهبيه للنهار، واللؤلؤه الفضيه تستخدم بالليل للتجاعيد، وحتى بتساعد على تبييض البشره وبتقضي على المشاكل. دي كبسولات يا دكتور مش باودر؟ السيلفر ده هيدا كله كبسوله بتشيليها بالملعقه، كل كبسوله بتفرديها على الوجه. أيوه. يعني حتى هيدي ده للكلف والايه كمان بالضبط، هيدا للتجاعيد بالدرجه الاولى وبيساعد للكلف. للكلف في عندي كريم خاص للكلف والنمش، يعني الوجه سبع طبقات، بدنا شيء يفوت على جذور البشره. فبتمنى الكريمات اللي جاهزه عندكم اي وقت قولوا لنا لنوقف حكي ونسمع عنها. ده صورة الكريم اللؤلؤة الذهبية. ايه ده التجاعيد، ده كريم النهار، قلنا ده بنستعمله بالنهار 100%. على فكرة إسراء حرب هي بنتي اللي بتقدم هيدي الدعايات كلها، هي كمان صحفية، ربنا يخليها لك. طيب نرجع تاني بقى لمشكلة التبول اللا إرادي. تبول لا إرادي، ارتخاء بالأعصاب، حالة نفسية، خوف، ممكن الولد اكل ضربه، في كثير اميات بيضربوا ولدهم على ظهرهم، الولد بيصير عنده هيدي المشكله. وتبول لا ارادي بيصير عند الكبار، ارتخاء بالمبوله بتصير عند الكبار، ده كبار السن، كبار السن اكيد. فبناخذ ملعقه عسل، العسل قبل ما ينام الولد وخصوصا عنده تبول لا ارادي، العسل بمص الرطوبه كثير مهم، معلقه عسل قبل النوم، قبل ما يدخل ينام. اللي عندهم تبول لا ارادي بنجيب البيض لما نفقس البيض ما نكب القشر، قشر البيض بنجففه شوي بالشمس، واذا ما في شمس هيك على النار بنحمصه، بس افضل بالشمس يتجفف. بعدين
نطحنه بباودر وبناخده مع العسل لهي مشكلة التبول الإرادي بدون ما هن يعرفوا. يعني أنا أحيانا بوصفهم لناس بعبيلهم إياهم كبسولات بعطيهم. طب دكتور أنا يعني أنا شفت لك فيديوهات قبل كده, أنت من الناس اللي يعني اللي بتحب قوي العسل الأسود زي العسل الأبيض, إيه فوائد العسل الأسود؟ إحنا معروفين هنا في مصر بالعسل الأسود. أصلا أنا بسوق العسل الأسود بمنتج سليمة اللي هو مع خلطة الإنجاب, لأنه بدخل دبس قصب السكر اللي هو دبس قصب السكر. دبس قصب السكر رائع جدا, اسمه أصلا الغذاء العجيب. هو اسمه الغذاء العجيب, بقوي الدم, بقوي الذاكره, بقوي المغنيسيوم, بقوي الكالسيوم, بقوي البوتاسيوم بالجسم, بيعطي انرجي, بيعطي طاقه, بقوي السبرم اللي عند الشباب. يعني في شباب كتير صغير بالعمر ومش متزوجه بصير عندهم ان ما بيطلع لهم شعر بجسمهم او بدقنهم, بيبقى عندهم الهرمونات غلط, بيبقى عندهم ضعف بالبذره. فالعسل بيساعد بهذا الموضوع, بلس انه هو من المقويات للبذره وللخصوبه سواء عند الرجل او عند المراه. بمنتجي انا بعمل عسل اسود مع خلطه سليمة, انا بدخل لهم خلطه. بس بتدخلي له خلطه سريه؟ شو الخلطه؟ لا مش سريه, جينسينج, حبوب اللقاح, غبار الطلع, حبه البركه, بذر اللقطين, بذر الكتان, حب العزيز, ما في شيء سري عندي. يعني بيتاخذ معلقه برضه واحده في اليوم, نخلطهم وبناخذهم ملعقه صغيره مع العسل, هيدا كتير كتير مهم. طب يا دكتور بالنسبه للملح الخشن في البيت وجلب الطاقه الايجابيه, بتؤمني بالموضوع دوت؟ هل ليك الحسد اقوى طاقه سلبيه بباطن الارض هي الحسد, وموجود يعني كل شيء ما بآمن فيه. الاشياء الثانيه اللي العالم كله انا شايفاكي كله طبيعي, كله يعني عايشه من الطبيعه, ودي اجمل حاجه بصراحه 100%. بعدين اليوم انا وين ايماني بربي اذا انا بدي افكر بالشعوذه والسحر؟ وهي ياما في محطات وفي عالم وفي ملايين بتحط الناس كرمال هالمواضيع, هي موجوده, ما فينا نقول هي يمكن موجوده بس انا ما بآمن فيها. انا اذا بدي آمن انه بهيدا الموضوع حدا ممكن عمل لي شيء ليصير عندي هاي المشكله, طب وين ايماني برب العالمين؟ الايمان يدفعنا للانتصار, ايمانك بقويك, طريقه تفكيرنا, غير طريقه تفكيرك تتغير حياتك انت. طب والستريس بتاع والتطور اللي احنا عايشينه والحياه السريعه كله بيسبب. بس ايه هي روشتتك طيب عشان ان احنا يبقى عندنا يعني سلام من بره ومن جوه؟ هو قربك لربك, هو طريقه اكلك. صحيح. اليوم الاكل, قل لي ماذا تاكل اقول لك من انت. صحه الجسد في قله الطعام, نوعيه الغذاء لها تاثير, بتخليكي هيك تكوني احلى, تكوني انقى. وقصه الملح ضروري ضروري, كل حدا عنده هيك تعب, عنده ستريس, عنده مشاكل, عنده حسد, يحمص الملح على النار, الملح الخشن, يقرا المعوذات. يحمصه قد ايه يعني؟ شوي هيك انه شيء 3 دقائق هيك ليحمر شوي يعني. وهو نحن عم نحمر الملح بنكون نحن عم نقرا المعوذات, عم نقرا ايه الكرسي. احنا انا كان اسئلتنا النهارده كتير يا دكتور حياتي. بس بصراحه الوقت عدى معاكي وكان ممتع جدا, شرفتينا ونورتينا النهارده. كانت ضيفتنا النهارده ضيفتنا الجميله المحاضره الصحيه والخبيره بالطب الطبيعي دكتور سليمة حرب. اهلا وسهلا بحضرتك, شرفتينا. ومشاهدينا الكرام بشكركم على طيب المتابعه والى اللقاء.